أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسولك الكريم. أما بعد، خشوني جماعتي دراي المسلماني نبوشتوك نموسي زبوداري من الله جل شانه милостивиот со милосен неизберна благодарност до него Господар на световите што ни овозможи денес да се собереме тука во негово име за да ги слушниме неговите зборови, Аллаховите зборови од Куран. Затоа почитувани џематни, почитувани представници од исламска верска заедница, од муфтис во Струга, кој за жал поради службени потреби не можеше да ни присуствува и муфтијата, па затоа е неговиот советник Хаджи Јакуп Ефенди Ѓазимовски во негово име. Ценети гости, почитувани хафизи од Скопје, почитувани ефенди од соседните населенија, драги наши џематли, ви благодариме што денес не го честивте со ове ваше присуство. Затоа во името на организаторите на ова програма, односно на џемискиот меѓусот село Подборци, ви посакуваме добро дојдовте со надеж дека ќе уживаме во ова програма и од тука ќе заминеме со позитивни импресии. Па затоа на почеток да ви пожелам со исламскиот селам, асаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракату. И најнаш почитани враќа, ќе поминеме на програмата, пошто и толку ни е и времето. Па затоа наши програмата ќе почнеме со едно илахије, потоа ќе проучи нешто од Куранот, хафизот, Завајетин Духио, иншалла Аллах ги награди, па затоа може да почнеме. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتجال والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والروح والريحان يا دائم الترتيب للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتمتشر الأكوان يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث غاشية؟ وإلى الجبال كيف نصبت؟
نصيبا وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا لو أنزلنا هذا
لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي عالم الغيب والشهادة هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا
повторно со уште една илахија, па потоа ќе проучи нешто нашиот немал Хафиз, кој скоро пред 3 месеци заврши за Хафиз, иначе е ученик во медресето Исабек во Скопје, а тоа е Хафиз Јасин Абдулај. وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ
وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ذرية بعضها إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. صدق الله Сега желаме повторно со уште едно илахие и после него ќе учи исто така еден од нашите хафизи, хафиз Харун Каплановски. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو لكل حول من الأحوال مقتحم بشرى لنا إلا المنازل العنا وفالهنا بشرى Thank you.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا.
يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي Thank you.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما Thank you.
والملائكة من المقربين
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم القائل في الحديث الشريف خيركم من تعلم القرآن وعلمه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وأزائم مغفرتك والسلامة من كل عثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك ومن اليقين به ما تحول به علينا مصائب الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الدنيا زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من الخير كل آجله وعجل ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من نار جهنم يا رب العالمين. عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المسير يا رب العالمين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور يا رب العالمين ولا تجعل فينا شكيا ولا محروم يا حنان يا منان. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات استجب دعائنا برحمتك أرحم الراحمين واحشرنا في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Ja bih blagodan vam učinjeno za vaše prisustvo. Se nadam da ga uživate u ova programa. A posebna blagodan za naše gosti koji odvojio nikadove osobno vrijeme da prisustvuje svoj skupa. I se nadam da ga i pre svega predobno i bezpodobne domaćine. Salam alaikum. Thank you.
Thank you.